تعالوا بقى نروح لاوسكار قصر الكلام. اوسكار قصر الكلام النهارده رايح لناس كتير قوي مع بعض. وهو انتوا عارفين اوسكار قصر الكلام جايزه مهينه، حتى راجل بكرش وعنده حالته صعبه. راح عليه الناس دول. مين دول؟ ايوه هم كل دول، هم الاحزاب المصريه. راح لهم عشان سؤال واحد بس. هو حضراتكم فين يا بهوات؟ احنا عندنا يا جماعه في مصر 84 حزب سياسي ربما اكتر. حد فيكم بيسمع عنهم؟ بيشوف لهم نشاط؟ بيشوف لهم اسهام حقيقي لخدمه البلد دي اجتماعيا او سياسيا او اقتصاديا؟ هتقولي انه في احزاب ليها دور شويه بارز في البرلمان لان لها اعضاء كتير زي المصريين الاحرار وغيره، اقول لك ماشي على عيني وراسي. لكن السياسه مش بس نواب في البرلمان معاهم كارنيه الحزب. السياسه تفاصيل كتير قوي. الناس دول مفكرين ان الحزب مقر. مش معنى انك موجود في حزب وقيادي في حزب انك تقعد تتفرج على اللي بيحصل في بلد. زمان كانت الحجه مفهومه. زمان لما كنت تقول له فين الحزب بتاعك يقول لك اصله في حصار من الامن الدوله وفي محاربه وفي اختراق وفي حش حريات ومحدش يقدر يعمل ندوه. يا راجل ده بتوع حزب الدعوه السلفيه بتوع حزب النور عاملين بتاع 350 ندوه تنميه بشريه بيغسلوا عقول الناس في الارياف. يعني انت تقدر تجتمع وتتحرك وتشتغل نشاط حزبي ونشاط اجتماعي ونشاط خيري. يا عيال حرام عليكم. البلد محتاجه مساهمه، محتاجه حد يسندها، مش محتاجه احزاب بتتفرج. عشان كده اذكر اسر الكلام النهارده للاحزاب المصريه وان شئنا الدقه 99.9% للاحزاب المصريه.